بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم حمزة بطاينة، هندسة مدنية سنة ثالثة من جامعة العلوم والتكنولوجيا من فريق شيش، وإن شاء الله بدنا نشرح لكم عن التسجيل والجدول الدراسي ومواد كل أول فصل، كيف راح تسجلوا وكيف راح تسحبوا وتضيفوا عشان ما تواجهوا أي صعوبة إن شاء الله لما تفتح جداولكم ويفتح لكم السحب والإضافة. بداية خلينا نحكي عن الجدول الدراسي. بتفوت على الجوجل، بتحط على السيرش كلمة جست، بيطلع لك موقع الجامعة. في عندك أحد الخيارات اللي هو الجدول الدراسي، بتفوت عليه. الجدول الدراسي طبعا مكون من 4 خيارات. أول خيار اللي هو الفصل الدراسي الأول، اللي هو الفصل الدراسي. تقدر تختار الفصل الدراسي عشان تشوف أنت الجداول، لكن أنت بهمك بالتسجيل الفصل الدراسي الحالي اللي أنت فيه، فاحنا بنختار الفصل الدراسي الاول اللي احنا داخلين عليه. وفي عندنا هون اللي هي مهمات هذول، اللي هي الكليه والقسم والحاله الشعبه. بدايه الكليه عندنا بالجامعه، احنا كليات كثير، منها كليه الطب، العلوم الطبيه التطبيقيه، الهندسه، الصيدله، التمريض والزراعه والعلوم العسكريه والعلوم والاداب، ويعني كثير الكليات موجوده عندنا. لكن انت بتهمك بدايه باول سنه اللي هي كليه العلوم والاداب، فبتختارها. يعني انت اخترت كلية العلوم والاداب، تمام. تيجي هون على الاقسام الموجودة بهاي الكلية، العربي والانجليزي والرياضيات والكيمياء والفيزياء وعلوم البيئة وكثير تخصصات. ونقدر كمان مثلا نروح على كلية الهندسة ونشوف في عندنا هندسات الجامعة موجودة هون، الكيميائية والمدني والكهرباء والميكانيك. احنا طبعا هندسة مدنية. بينما حالة الشعب، هسا في عنا شعب مفتوحة ومغلقة، فأنت اختار جميع الشعب عشان إنك تشوف. وفي عنا هون زي تشيك عشان نتأكد إنك أنت مش روبوت، فحط عليه صح. ممكن يطلع لك زي ما تقول تيست تعمله عادي، ما في أي مشكلة. بتكبس استعلام، فبعطيك المواد المطروحة لهذا الفصل بقسم الهندسة المدنية. على سبيل المثال خلينا نحكي عن قسم الهندسة المدنية، تمام. هسا انسولي اسماء المواد واسماء الدكاترة والامور هاي، بدنا نحكي عن احنا الهيئة العامة للجدول الدراسي. طبعا انت بتعرف انه يعني كل الجدول زي هيك، هيك شكله بيكون. في عندك اول شيء معلومات المساقات، طبعا اول جزء مساق اللي هو، خلينا نحكي عن المساق الاول اللي هو استاتيكا. في عندنا رقم السطر مكتوب جنبه ورمزه واسم المساق وعدد الساعات، تمام. هون رقم السطر موجود اللي هو 32/20/11 ورمزه مد 201 اسمه ستاتيك وعدد ساعاته 3. هسه زي ما انتم شايفين الدوام عندنا بالجامعة بيكون يا احد ثلاثة خميس او اثنين اربعة، وفي بعض المواد بتكون يوم واحد بالاسبوع اللي هي مواد الساعة. هسه الدوام احد ثلاثة خميس بيكون مدة المحاضرة ساعة ساعة واحدة، عفوا، اللي هي مثلا زي عندنا هون المحاضرة من 11:30 ل 12:30. في عندنا خانة القاعات، هسا انت هون عندك مادة ستاتيك في لها محاضرة يوم احد ثلاثة خميس الساعة 11:30 من 12:30 بالقاعة C210، تمام. قبل ما نوصل عدد المقاعد خلينا نحكي عن الالوان الموجودة هون. هسا في عندك انت زي ما انت شايف الوان على الجدول، في عندك لون اصفر ولون اخضر، وفي مواد بكل لونها احمر زي هيك. شو يعني كل واحدة؟ اللون الاخضر هي الشعبة المفتوحة اللي انت تقدر تسجل فيها، يعني انت بتقدر تسجل بالشعبة رقم 3، مش بس انت، يعني الكل بيقدر يسجل فيها. بينما الشعب اللونها اصفر هي شعب كانت لونها اخضر بالاساس، بس شو اتعبت، تمام، يعني كان عدد المسجلين فيها بنفس عدد الساعة والمقاعد، فالشعبة صارت شو مغلقة، يعني انت ما بتقدر تسجلها لانه خلص الشعبة فللت، ما بتقدر تفوت عليها، فبصير لونها اصفر على الجدول، هاي الاخضر وهاي الاصفر. هسه في عندنا الشعب اللي لونها احمر، هاي الشعب بتكون شعب ملغيه، ملغيه لانه ما حد سجل فيها، تمام. يعني في مرات مثلا يفتحوا شعبه فيها 50 مقعد بسجل فيها 4، فليش يخلوا الشعبه؟ خلص بوزوا الاربعه على الشعب الثانيه وبلغوا الشعبه هاي لانها بتكون شعبه زياده يعني. والجدول الدراسي هيو هيك، يعني هاي انت المعلومات لازم تعرفها، هيها قدامك. طبعا هون اسم المساق، هون الشعبة رقمها بهمك تعرف رقم الشعبة، الأيام أحد ثلاثة خميس أو اثنين أربعة أو يوم واحد بالأسبوع، وقت المحاضرة القاعة، عدد المقاعد والسعة والمسجلين واسم المدرب.
تمام، واسم المدرس اللي بعطي هاي المادة. هسا زي ما نقول احنا بأول سنة راح نتعامل دائما مع كلية العلوم والآداب اللي هي موجودة هون. طبعا نيجي هون على أنا لست روبوت، طبعا أنا لست برنامج هذا زي الشك عشان ما حدا يفوت أو ما يعني يدخل البرامج الضارة على الموقع. في عنا قسم اللغة العربية، قسم الإنجليزي، العلوم الإنسانية، الرياضيات، الكيمياء والفيزياء، والعلوم الحياتية الطبية. هسا أنت عندك مادة العربي بتلاقيها هون، مواد الإنجليزي بتلاقيها هون، مواد الكالكولاس بتلاقيها هون عند الكالكولاس، ومواد الكيمياء بتلاقيها بقسم الكيمياء، ومواد الفيزياء بتلاقيها بقسم الفيزياء. يعني موضوع بديهي ما بيش بحاجة لإيش. خلينا نفوت بالله واحدة مثلا على قسم الرياضيات. في عندك هون انت رياضيات عامة استدراكي، رياضيات كالكولس تفاضل تكامل 101. هاي المادة راح تنزلوها انتو اول فصل، اول فصل لكم راح تنزلوا المادة هاي كطلاب هندسة مدنية بحكي. زي ما انتم شايفين لها تقريبا 20 شعبة وكلهم مفتوحين الشعب، تقدر تسجل باي شعبة بدك اياها، بتدخل هون. هسا بظل عندي نقطة، اكيد انتو هسا كلكم فهمتوا طبيعة التعامل مع الجدول وكيف نفوت على الكلية وكيف نفوت على القسم وكيف نختار الشعب مفتوحة ولا مغلقة ولا كلها، وشو يعني لون أخضر وشو يعني لون أصفر وشو يعني لون أحمر. هسه بتضل نقطة واحدة، كيف أنا أسجل المادة وكيف أغير الشعبة. باجي بدخل على جوجل وبختار خيار تسجيل، أو بكتب على السيرش تسجيل المواد وبدخل على أول خيار موجود عندي، بحط رقم الجامعة اللي هو الكود، الكود مش الرقم الجامعي، انا محفوظ عندي على الاكسبلورر، فبحط الكود تاعي، بحط الرقم السري تبعي، وبدخل الاحرف هاي FKTT، هيدخل لي على الصفحة هاي طبعا هو اللي هي صفحة التسجيل. بالنسبة هون بتلاقي كلمة الرجوع لعملية التسجيل، تختارها عشان يفتح لك الجدول تبعك. هسا انا ننزل المواد هاي، تمام. اذا حاب تضيف مادة على جدولك، انا مثلا لقيت المواد هاي نازلت لي كطالب سنة اولى وبدي اضيف مادة على الجدول، باجي هون على تسجيل مساق، تسجيل مساق، في عندي رقم سطر وفي عندي رقم شعبة. باجي بداية الرقم سطر زي ما شفنا قبل شوية الجدول الدراسي موجود جنب كل مادة رقم سطر تبعها. انا بدي اسجل مثلا على سبيل المثال، خلينا نرجع نحكي عن مواد سنة اولى، نروح على كلية العلوم والآداب مرة ثانية. نيجي هون على قسم الكيمياء على سبيل المثال، أو على قسم الكيمياء، خلينا تحكي له أنا لست برنامج روبوت. لما يطلع صح بتفوت استعلام. مثلا بدي أنزل المادة هاي اللي هي كيمياء عملية، كيمياء عامة عملية عفوا. فباجي هون بشوف رقم السطر هي موجود هون، باجي بعمل له كوبي وبرجع بحطه مكان رقم سطر تسجيل المواد هون، تمام. واطلب مني كمان رقم الشعبة، فبرجع باجي هون على الجدول الدراسي بشوف انا اي شعبة من الشعب الموجودة هون بتناسبني. طبعا انا ما بقدر اسجل بشعبة 11 و12 و20 و42 لانه هاي الشعب مسكرة، بقدر اسجل بالشعب الخضراء بس، تمام. فمثلا بدي اسجل بتيجي مثلا يوم احد من 2:30 ل4:30 اتوقع بناسبني، فباجي على رقم الشعبة 13 هي هون، بحط هون 13 وباجي بحط تسجيل. هيك تم تسجيل المساق كيمياء عامة عملية، تمام. هيك أنا سجلتها اللي هي الكيمياء العامة العملية. فأنت بتيجي بدك مثلا تغير موعد مادة المساحة، فلنفرض أنه أنت منزل مادة المساحة وبدك تغير موعدها. فأنا هون باجي بشوف المساحة عندي أنا أحد ثلاثة خميس من 10:30 للـ11، من 10:30 للـ11:30 قاعة C2-9. في خيار موجود هون اللي هو اسمه تغيير الشعبة، تمام. باجي بختار شعبة ثانية. كيف بختار الشعبة هاي؟
عن طريق جدول الدراسي برجع للهندسة، لأن أنا مسجل مواد تخصص وباجي بختار الهندسة المدنية. بدخل على الجدول بدور على مادة المساحة الموجودة، مساحة 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 موجودة هون. هسا أنا مسجل بشعبة رقم، حكينا 3 مظبوط، على تسجيل المواد، لا عفوا على الجدول هون تسجيل المواد. أنا مسجل بشعبة رقم 3، شعبة رقم 1 عفوا، رقم الشعبة 1، من الساعة 10:30 لـ11. أنا الوقت هذا ما بيناسبني صراحة، فحاب أغيره. برجع على الجدول الدراسي بشوف مادة المساحة، شوف في شعب ثانية، في عندي شعبة 2 من 11:30 لـ12:30 اللي هي أحد ثلاثة خميس، وفي عندي شعبة 3 من 11:30 لـ1 اللي هي 2 أربعة. بقدر أنا أختار أي شعبة بدي إياها حسب شو بيناسبني. مثلا باجي هون بختار رقم الشعبة 2 أو 3 وبحط حفظ، أنا ما بدي أغيرها يعني، هاي بس عشان تتعلموا كيف. وفي عندي شغلة إني أنا أحذف مادة من عندي عن طريق الحذف اللي هي على الخيار هذا، حذف بكبس عليه بحذف لي المادة، بعطيني هل أنت متأكد من أنك تريد حذف المساق، بتحط له موافق، أنا راح أحط راجع لأن ما بدي أحذف. تمام، بدي أسحبها للمادة من جدولي. بكل بساطة باجي على خيار حذف وبختار حذف، هل أنت متأكد أنك تريد حذف المساق، موافق. هيك أنت بتكون خلصت من المادة عن جدولك، حذفتها بشكل كامل، وإن شاء الله بيكون فيديو مفيد بالنسبة لكم. تعلمنا فيه كيف نفتح الجدول الدراسي، نشوف المعلومات اللي عليه، حالة الشعب، عدد المسجلين بالشعبة، وأمور كثيرة، وكيف نسجل مساق عن طريق رقم السطر ورقم الشعبة، وكيف نحذف مساق عن طريق خيار الحذف، كيف نغير الشعبة عن طريق خيار تغيير الشعبة. وهيك بنكون إن شاء الله وصلنا لكم المعلومات اللي بتهمكم عن عملية التسجيل والسحب والإضافة في جامعة العلوم والتكنولوجيا، وإن شاء الله كان فيديو مفيد بالنسبة لكم جميعا، وبتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله وبداية خير، وألف مبروك القبول لكم، وأهلا وسهلا فيكم جميعا.